اهلا بكم في قناة مساء الاخبار، واهلا بكل المتابعين والمشتركين. وفيديو مهم جدا وتوقع سيحدث ممكن بعد ساعات، هنعرف مع بعض ايه الموضوع وايه حكاية هذا التوقع اللي قاله ميشيل حايك. ولكن قبل ما نبدأ بفكركم بالاشتراك، تفعيل الجرس، ونعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. قال ميشيل حايك في بعض التوقعات اللي قالها لإيران ان شايف لا الأجواء الإيرانية بخير ولا الأجواء العدو هتكون بخير، وكما تعامل، بمعنى ان خلاص اصبح الهجوم او الرد العدو على ايران اصبح قريب جدا وتم تحديد الميعاد. حد يقول لي انت عرفت منين ومفيش اي اخبار عن الموضوع ده؟ لا، في اخبار. الصبح كان في كلام ان الضربة بتاعه العدو قربت على ايران، خصوصا ردا على اللي حصل من كام يوم. وكمان في خبر لسه نازل من حوالي 10 دقايق بيأكد ان الهجوم ده هيحصل النهاردة يا جماعة، بيأكد ان الهجوم ده هيحصل النهاردة، خلال هنشوف مع بعض. منذ قليل نزل من 15 دقيقة بالظبط على موقع سكاي نيوز، ايران بتلغي جميع الرحلات الجوية حتى صباح الاثنين. طب بتلغي ليه الرحلات الجوية في الوقت ده بالذات؟ ده حصل المرة اللي فاتت لو تفتكروا، ان هم لغوا برضو الرحلات الجوية وبعدها حصلت الضربة. فمن الواضح النهاردة هتحصل بالفعل الضربة، هنعرف دلوقتي من الساعة كام للساعة كام. نقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني قوله إن الرحلات الجوية من المطارات الإيرانية ألغيت اعتبارا من الساعة 21 مساء الأحد، الساعة 21 دي الساعة 7 بالليل بتوقيتهم، حتى السادسة من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي، يعني من الساعة 7 بالليل لغاية الساعة 6 الصبح. يعني معنى كده ان بالفعل ان هيتحصل حاجة في هذا التوقيت، ولكن طبعا مش هيقولوا كده. وقالوا كده احنا لغينا الطيران بسبب القيود التشغيلية اللي هيتم بسببها الغاء الرحلات المطارات من البلاد، وطلب المتحدث من الركاب الاتصال بشركات الطيران من اجل الحصول على مزيد من المعلومات. وقال لا داعي للقلق وما تخافوش والدنيا مفيش اي حاجة. يأتي ذلك في الوقت الذي اشار فيه مسؤولون غربيون الى ان ضربة العدو على ايران باتت وشيكة على الارجح، وستكون الضربة الاسرائيلية ردا على اطلاق ايران اكثر من 180 صاروخ باليستي على اسرائيل في وقت سابق من هذا الاسبوع. يعني بالفعل حركة الغاء الطيران دي اللي لسه الخبر نازل من 15 دقيقة بتؤكد ان الضربة دي هتحصل النهاردة في حدود الساعة 7 بالليل او 7 مساء لغاية الساعة 6 الصبح بتوقيت ايران. فمش عارفين الموضوع هيحصل فيه ايه. زي ما احنا قلنا، لا الاجواء الايرانية بخير ولا الاجواء الاسرائيلية بخير، وكما تعامل. يعني اذا ما بتعمل هيحصل لك، يعني اذا ما ايران ضربت اسرائيل كمان هتضرب، والعكس، هم عمالين يضربوا في بعض واحنا اللي في النص. وحتى قال كمان من ضمن توقعاته رئيس فيلق القدس التهديد بيقابله تهديد والغلبة لمن سبق. ليه اللي حصل النهارده لغايه دلوقتي محدش عارف الراجل ده راح فين ولا حد عارف مصيره. وبيقولوا ان بسبب ان هم مش عارفين هو فين، الحرس الثوري الايراني في نوع من الحيره والخوف. يعني الدنيا برضو مقلوبه لغايه دلوقتي. ده اللي منزله قناة العربية من حوالي كام ساعة، قالت صورة أخيرة وانقطاع الأخبار في بيروت وغياب عن خطبة خامنائي، يعني ما كانش موجود اللي هو قاني ده اللي هو قائد الفيلق. نيويورك تايمز منزله خبر بتقول فيه ذعر في إيران بسبب اختفاء قائد فيلق القدس إسماعيل قاني. محدش عارف الراجل ده راح فين ولا إيه مصيره، وحرس الثوري الإيراني مش عارفين ده نفسهم هو موجود ولا مش موجود. يعني حاجة غريبة جدا، هل تم خطفه ولا بالفعل مات مع اللي ماتوا مع حسن نصر الله؟ محدش عارف اي حاجة. ايضا من ضمن الحاجات اللي قالها برضو ميشيل حايك بتدل على ان في حاجة غلط بتحصل، ان الحرس الثوري الايراني بيتأهب للامساك بزمام السلطة، وايضا شخصية ايرانية رفيعة المستوى برتبة جنرال بتسرق الاضواء وتقود حركة هجومية بتهز الساحة الايرانية وبيتردد صداها لبعيد. ايه اللي هيحصل الفترة اللي جاية في ايران وايه اللي ممكن نشوفه في الفترة اللي جاية؟ هنشوف تحركات خطيرة جدا، قال كده مروحة تحركات خطيرة محورها الرئيس الايراني. يعني في حاجات كتيرة جدا هتحصل في ايران الفترة اللي جاية. طب ايه كمان؟ لبنان النهاردة كان في تفجيرات وكان في ضرب
ضرب كبير جدا في لبنان مش طبيعي. دمروا حتى او فجروا جيش فجر الجيش العدو مسجد في بلدة اسمها يارون في جنوب لبنان بعد توغله داخلها، وكان الانفجار صعب جدا والمنظر الحقيقة محزن. ايضا من ضمن الحاجات اللي حصلت النهاردة، كل بيتكلم عن بيروت وقد ايه التفجيرات اللي حصلت النهاردة كانت كبيرة جدا، لدرجة بيقولوا على قناة روسيا اليوم بيروت تحترق، غارات للعدو مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت وصفت بانها الاعنف منذ اندلاع المواجهات في لبنان واسفرت عن سقوط عشرات الضحايا. وده برضو كان منبه عليه ميشيل حايك من كذا سنة ان الضرب هيحصل بطريقة كبيرة جدا فوق ما نتخيل، وكان قايل كده في توقعاته انه شايف ان قلقكم من العدو في محله، ونتنياهو قال لنا على هدف واحد عشان يضربه، وزيادة عن كده ارى تخطيط لاستهداف اماكن اخرى. واديكم شايفين اللي بيحصل اهو، الموضوع مش بس في الجنوب، الموضوع وصل لبيروت نفسها، ومخططات عسكرية هيكون احد اهدافها نشر الرعب بين الناس ودفعهم لترك بيوتهم والنزوح مؤقتا من بعض المناطق حتى في بيروت. وفعلا الناس بقت تمشي، ناس خايفه من الحرب ومن الضرب اللي بيحصل دلوقتي. يعني كل الكلام اللي قاله بالفعل تحقق، يقلقكم من اسرائيل في محله. ايضا من ضمن الحاجات اللي قالها وبالفعل تحققت اليومين دول، كان قال برضو في نفس هذه التوقعات لتحقيق اكبر اهدافه سيستخدم حزب الله جميع انواع الاسلحه. ومن اخطر التوقعات اللي حصلت بالفعل وشفناها بعينينا الايام اللي فاتت، الاستشهاد لن يكون له رتبه بين رجال حزب الله. بالظبط، يعني من الكبير للصغير، الاستشهاد لن يكون له رتبه بين رجال حزب الله. وايضا من ليله وضحاها سيضطر حزب الله الى اعاده تموضعه على كل المستويات في الاعلام والمواقع والمواجهات، وخصوصا بعد الضربات الاخيره. وايضا من ضمن الحاجات اللي كان قايلها ان في نوع مواجهه جديد بين حزب الله والعدو، سيكون تحت مبدا العين بالعين والسن بالسن والمعارك خاطفه وسريعه. وده برضو اللي بيحصل حاليا في لبنان، وخصوصا في الضاحية الجنوبية، اكتر المناطق دلوقتي ضربا في كل لبنان، بالرغم ان البداية كانت في جنوب لبنان، لكن دلوقتي الضاحية الجنوبية هي اكتر الاماكن اللي بيتم فيها الضرب دلوقتي. ولكن شايف ان الايادي مش هتسيب لبنان، بالعكس هيشوف فيها مساعدات. قال كده بين لبنان امبارح ولبنان بكرة تمتد ايادي دولية لتساعد لبنان كثيرا، او لتحط ايدها عشوية على لبنان. يعني هنشوف كمان تدخل في السياسة اللبنانية، خصوصا مفيش رئيس، مفيش اي حد بيحكم البلد غير حكومة تصريف اعمال. كمان من ضمن الحاجات اللي قالها ميشيل حايك عن لبنان واسرائيل وايران وعلى اللي بيحصل حاليا في العالم، كان قايل بقى هذا التوقع، شايف العدو في لبنان بيخطط لتفجير اكتر من معلم لافتعال حوادث ضخمة بتخض الاستقرار بالداخل ومن الداخل. شايفين يا جماعة التوقعات عاملة ازاي؟ يعني توقعات الحقيقة في غاية الاهمية وفيها خطر كبير. وقال برضو اجواء لبنان مش دايما راح تكون سلكة وامنة امام الطيران الحربي للعدو، بالفعل هذا التوقع تحقق مع التفجيرات اللي بتحصل في بيروت دلوقتي. وكمان سلام الترسيم ما راح ينفي الهستيريا العسكرية اللي هتحصل على الحدود الجنوبية، ده برضو بالفعل تحقق، سلام الترسيم ما راح ينفي الهستيريا العسكرية اللي حصل على الحدود الجنوبية. وزي ما انتوا شايفين كده التوقعات خطيرة، وكمان هنشوف ضرب وفي مشاكل هتحصل كتير الفترة اللي جاية في لبنان خصوصا، ده غير غزة واللي بيحصل في فلسطين. طيب هل هيحصل حاجة بكرة بالنسبة لطوفان الأقصى والكلام ده كله؟ لان التوقع ده او السؤال ده ناس كتيرة سألت، بكرة خلاص 7 أكتوبر والناس بتسأل هل هيحصل حاجة بكرة في هذا اليوم او حاجة شبهها تحصل الفترة اللي جاية. قال ميشيل حايك برضو في توقعاته تعتبر من التوقعات المهمة جدا 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 لفلسطين، كان قايل كده بالنص، الأقصى 2، احنا كنا الاول 7 أكتوبر ده كانوا مسمينه طوفان الأقصى 1، الأقصى 2 يتبع ومن الطوافين للإعصار، بس لا بغزة ولا بغيرها، المرة دي الأقصى بذاته هو المحور، وبينال مخرج تمثيلية غزة اللي صارت أوسكار الحرب بمحل
هو بيقول كده: ورغم كل الفظاعة اللي حصلت في غزة، ثروات غزة النفطية بالبر والبحر باقية لغزة وأهلها. الشعار القومي للفلسطينيين هو فلسطين من النهر للبحر، رح يبقى حقيقة بالجغرافيا مش مقولة في الخطابات. فجأة بتوعى السلطة الفلسطينية وبتهجم باستراتيجية جديدة بوش السلطة العدو. لعنة غزة وفلسطين يوم رح تحل على أمريكا ويوم على إسرائيل، واللي راح يحصل هيكون عجيب وغريب، بالانتخابات هنا وهناك وبالمرشحين وبالثورات كمان اللي هتحصل الشيعية والخضات الأمنية وبالاقتصاد وبالشيكل والدولار. وقال كمان: تاريخ انتهاء الحرب على غزة راح يرتبط، ركزوا معايا في هذا التوقع، تاريخ انتهاء الحرب على غزة راح يرتبط بقوة بتاريخ بدايتها، وتاريخ البداية راح يحدد تاريخ النهاية. بس تخلص راح نعرف شو علاقة الأرقام ببعضها. الكابوس الفلسطيني راح يستوطن مع اليهود بالمستوطنات. وقال كمان: غزة حل مش حرب رغم الحرب. وزي ما انتم شايفين الموضوع يعني ان شاء الله سينتهي، واللي هيحصل بكرة الله اعلم، واللي هيحصل كمان كم ساعة على ايران ده اكيد هيحصل فيه هجوم. شكرا لحضراتكم، اشوفكم بخير. يعني ياريت تنورونا بتعليقاتكم، ومستنيينكم في ان انتم تشتركوا لو لسه مشتركتوش، وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. كانت معكم اختكم مريم من قناة مساء الاخبار.